هيطلع لك 14,399,000 حسنة في الفتحة. تعال معايا لو انت قرأت سورة الفتحة، الفتحة بس، الفتحة في يومك، انت بتقرأ الفاتحة في يومك كام مرة؟ في الفرائض انا ماليش دعوة بالسنة، ملناش دعوة بالسنة، انا بنذكر لك بتقرأ الفاتحة في يومك كام مرة؟ بتقرأ الفاتحة في يومك 17 مرة في الفرائض، الفجر مرتين، بعدين الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4، دولة الفرائض احسبوا ما تلاقوهم 17 مرة. طب ناخدوا ثواب الفاتحة يا جماعة، هناخدوا ثواب الفاتحة الشافية الكافية في الفرائض فقط، وشوف عدد الحسنات، هقول لك الكلام ده كله بس تصلى على النبي. عدد حروف الفاتحة كم حرف؟ المنطوق. عدد حروف الفاتحة المقروءة اللي انت بتتحسب عليها حسنات، عدد حروف الفاتحة 121 حرف، دي عدد حروف الفاتحة، 121 حرف عدد حروف الفاتحة. طب بنقرأ الفاتحة في الفرائض كم مرة؟ بنقرأ الفاتحة 17 مرة في الفرائض. طب احسب، احسب واحدة واحدة، هنضرب 121 حرف في 17 فرض، هيطلع لي 2057 حرف. يبقى أنا قرأت 2057 حرف في الفتحة. طب الفتحة 17 مرة في عدد حروفها عاملين 2057. طب ال 2057 الحرف بكم حسنة يا جماعة؟ الحرف بعشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم إيه؟ حرف. ألف لام ب30 ويا خيبة البطالين. 2057 نضربهم في 10 هيعملوا كام؟ هيعملوا 20,570 حسنة. ده في 10 حسنات بس، هيعملوا 20,570 حسنة. طب كويس، طب ربنا بيزود عن كده. قال لك اقل التضعيف، اقل التضعيف في الحسنات 10، طب اكثر التضعيف وليس اكثرهم 700، يعني هتضرب 20,570 في 700 هيطلع لك 14,399,000 حسنة في الفتحة. 14,399,000 حسنة في الفتحة لو قرأتها في الفرائض بس، دي لو ضربتها في 700 ضعف. طب ده آخر الأضعاف عند ربنا؟ قال لك لا، قال لك والله يرزق من يشاء بغير إيه، وقال الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إيه، بغير حساب. ده في الفتحة في يومك. طب الفتحة في يومين؟ طب الفتحة في شهر أو في أسبوع؟ طب الفاتحة في سنة؟ ده احنا بنحكي على الصلاة والقرآن بس، ربنا يرفع عنك البلاء وينزل عليك الرخاء بسبب القرآن والصلاة.